الشعب العراق كان ينتظر فعلا أن يتجاوز مرحلة سيطرة القوى الفاسدة والفاشلة في المشهد السياسي. الطريق كان هو طريق الانتخابات، لأنه لا توجد هنالك فرصة لا لانقلاب عسكري ولا لأسلوب غير سياسي ممكن أن يحصل في العراق. ولا ننسى بأنه أكثر من 70% من الشعب العراقي قد قاطع الانتخابات، وهذه حقيقة قريبة يجب أن لا ننساها. نعم. ولكن حتى هذا الجزء القليل كشف عن حقيقة مهمة وجوهرية، وهي أن القوى التي ملأت الدنيا في الشعارات وشعارات الطائفية وغيرها فشلت في الانتخابات. فلماذا لا تعترف؟ أولى مقومات الديمقراطية هي الاعتراف بالهزيمة الانتخابية والتحول إلى المنطق التقليدي اللي هو المعارضة. الجماعة ما يريدون بالعراقي، خلي نتكلم، ما يريدون يعترفون بهذه الحقيقة. أخذوا من الديمقراطية بس الانتخابات. إذا جت هذه الانتخابات لا تحقق لهم هذه الأهداف والسيطرة والاستمرار وسيطرة السلاح وسيطرة الفاشلين والفاسدين، فلذلك يعرقلون سير العملية الدستورية والتي هي تبتدئ بالجلسة الأولى. ونحن بألم حقيقة شاهدنا المسرحية الهزلية في الجلسة الأولى. نعم. طيب. اللي كانت فيها النائب السابق. نعم. فيما عرضه من مشهد هزلي، ولكن صارت العملية وتم انتخاب رئيس مجلس نواب، ولأول مرة من خلال بعد كل النقاشات جرى تطبيق عملي. نعم. لمسألة الأغلبية الوطنية.